للحديث والاقتراب بشكل أكبر عن الحالة الصحية للحجيج خلال موسم هذا الحج، معي هنا في الاستديو الأستاذ مشعل ربيعان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. مرحبا بك سيد مشعل. أولا حدثنا عن الحالة الصحية للحجاج حتى هذه اللحظة. طبعا نطمن الجميع أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام عدم وجود أي أمراض وبائية حتى الآن ولله الحمد. نعم، هل هناك أي عمليات، يعني عمليات كبرى أجريت مثل ما وردنا من قبل وزارة الصحة بأنه تم إسعاف بعض الحجاج وتم نقلهم بشكل مباشر إلى غرف العمليات وإجراء عمليات كبرى لهم؟ نعم، في الحقيقة وزارة الصحة قامت بأكثر من 24 عملية قلب مفتوح منذ بداية موسم الحج، بالإضافة إلى عمليات قسطرة قلبية وعمليات غسيل كلوي. عودة للحديث لعمليات القلب المفتوح، فهذه العمليات تعلم ويعلم السادة المشاهدين مدى تعقيد هذه العمليات، عمليات معقدة وصعبة قام بها فريق صحي سعودي استشاريين متخصصين استطاعوا إجراء هذه العمليات بنجاح ولله الحمد. وما زالت طبعا هذه العمليات تجرى في مدينة الملك عبدالله الطبية، وما زالت المدينة يعني إلى الآن تستقبل أي حالات ترد إليها من حجاج بيت الله الحرام فيما يتعلق بالقسطرة القلبية أو في شيء يتعلق بعمليات القلب المفتوح. نعم، ماذا عن المسوحات الطبية التي تعملونها للحجاج؟ هل تم تسجيل أي حالات معدية لأمراض فيروس كورونا أو عدا ذلك من الفيروسات التي تعمل وزارة الصحة على عمل هذه المسوحات؟ نعم، حقيقة وزارة الصحة تعمل منذ أشهر عديدة على إرسال الاشتراطات الصحية لوزراء السفارات خادم الحرمين الشريفين في الدول التي يفد منها الحجاج، وذلك عبر وزارة الخارجية. هذه الاشتراطات الصحية يتم وضعها طبعا التعاون والاتفاق مع منظمات عالمية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة أو مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC. هذه الاشتراطات ترسل لسفارات خادم الحرمين الشريفين، يتم تطبيقها على الحجاج الراغبين للقدوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، من ضمنها التطعيمات وخلافها. بعد قدوم الحجاج أو وقت دخول الحجاج إلى المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة العربية السعودية تتم نظرتهم صحيا، حيث يتم مراجعة جميع الشهادات الصحية التي معهم من التطعيمات وغيرها للتأكد من أخذ جميع الحجاج للتطعيمات التي بإذن الله تعالى تكون خير بعد الله سبحانه وتعالى، تكون خير حافظ ورادع لأي أمراض وبائية قد تفد إلى المملكة. الحمد لله رب العالمين، حتى الآن نجحنا في عدم دخول أي أوبئة، ولا يوجد أي أوبئة بين حجاج بيت الله الحرام حتى اليوم العاشر من ذي الحجة. نعم، الطقس مثل ما حذرت مصلحة الأرصاد بأنه سيكون شديد الحرارة خلال أيام التشريق في منى، وسترتفع أيضا درجات الحرارة، ألا يعمل ذلك على الضغط لكم في المستشفيات، ضربات الشمس أو ما خلاف ذلك، بحكم أن غالبية الحجاج من كبار السن؟ نعم، فعلا بدأت أيضا وزارة الصحة فيما يختص بهذا الجانب، وهو جانب مهم جدا وتم التركيز عليه بشكل كبير، وهو ما يتعلق بضربات الشمس والجهاد الحراري. فعلا أتت لمستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية الموزعة في المشاعر المقدسة حالات للجهاد الحراري، ولكن بالنظرة العامة لعدد الحالات التي وردت إلى المستشفيات والمراكز الصحية فتعتبر في معدل طبيعي، وهذا يدل أو حتى أقل من المعدلات السابقة، وهذا يدل الحمد لله على أنه الحاج الذي اعتبرناه شريك لنا في العملية الصحية اتبع إرشادات التوعية والإرشادات الصحية والنصائح التي قدمت لهم منذ قدومه إلى المملكة، وخفف ذلك من عدد ضربات الشمس وعدد حالات الإجهاد الحراري من بداية الحج إلى يوم أمس تحديدا، وكما يعلم الجميع أنه في يوم عرفة يكون حجاج بيت الله الحرام معرضين لأشعة الشمس بشكل مباشر عند الوقوف بعرفة، ولله الحمد أن الحالات أقل يعني وليست بذاك العدد، ولكن هذا كما ذكرنا ما زال أمامنا أيضا يومين للمتعجلين وثلاثة أيام للمتأخرين،
من ناحية الحج، نقول بإذن الله تعالى أنه ستكون حسب التوقعات، أن ستكون حالات الجهد الحراري وضربات الشمس في معدل جيد بإذن الله تعالى. نعم، وهذا يعود أيضا لما قامت به وزارة الحج والعمرة من إلزام مؤسسة الطوافة بتثقيف الحجاج ومطالبتهم بالتعاون مع الجهات الأمنية. نعم. نتمنى لكم نجاح موسم الحج حتى يومه الأخير. شكرا لك الأستاذ مشعل الربيعان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، كنت ضيفا معنا في هذه النافذة. شكرا لك.